قبل عصر اليوم اللي نسبة المشاركة زادت عن 45%، وطبعا دي نسبة ما حصلتش في أي انتخابات أو استفتاءات قبل كده. ده وعي المواطن، وده ثقة في القضاء المصري اللي فيه قاضي على كل صندوق. المواطن المصري لبن ده وطنه. المواطن المصري عنده وعي، عنده ديمقراطية، عايز يشارك في رسم مستقبل الوطن. طبعا أنا كنت لسه موجود مع غرفة عمليات الهيئة بنتابع الشكاوى أول بأول، ومعايا مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات منعقد بشكل دائم على مدار اليوم، والحمد لله المشهد حضاري بيليق بصورة وسمعة مصر. لا احنا طبعا الحمد لله كلمة خروقات دي مش موجودة عندنا، ده حتى بشهادة منظمات الحقوقية والمجتمع المدني. احنا كنا كمان عندنا الاتحاد الافريقي والبرلمان العربي، وكله بصوا على اللجان، لفوا على اللجان الفرعية ودخلوا فيها وصوروا. طبعا هم كان معاهم تصريح من الهيئة. هي بتبقى بعض الشكاوى او المعوقات بالنسبة لزيادة الإقبال بشكل غير متوقع. الإقبال الانتخابات الرئاسية فاق كل التوقعات، حتى أكثر متفائلين. احنا طبعا عززنا بوضاه في بعض اللجان، خصوصا الوافدين سواء في العاصمة أو العاصمة الإدارية أو بعض المحافظات، وعززنا بقضاء وموظفين وتابعنا العملية الانتخابية من المجلس، سواء في مجلس الإدارة أو في غرفة العمليات، وما فيش أي حاجة بتؤثر في سلامة العملية الانتخابية. هو بعض إجراءات التنظيمية وبتحل في وقتها على طول.